النور، صباح الورد، اهلا وسهلا بيكم من الكل اللي اخترتوا قناه الحوار التونسي باش تتابعونا في حلقه جديده من نهاركم فول ويكاند. برشا مواضيع اللي تهمكم، تهم صحتكم، تهم التغذيه، تهم حياتكم اليوميه وحياتكم العائليه، باش تتابعوا معنا في حلقه اليوم وغدوه كيما كل ويكاند بتبيعها على قناه الحوار التونسي. لي بون بلون القومين تلقاوها معنا، والكوجينه البنينه اللي بامضاء الشيف سعيد زيده، والوصفات الممتازه تكون معنا. نقولوا له صباح الخير شيف. صباح الورد. شحوالك؟ صباح لاباس عليك. شحوالك؟ اي عايش. شنو باش طيب لنا اليوم شيف؟ باهي اليوم باش نعملوا بالبريباراسيون نتاع بطبوط. اي باش نعملوا خبزه الزعتر اللي تحبها انت. انا قلت حتى شيء هذا مفاجاه بالتالي، نحب ياسر الزعتر. باش نعملوا خبز الزعتر فاسون تاع الفوكاتشا، الخبز هذاك اللي فيه لي بول دارو. واحد تري بيان. قلت لي عاد جبت لك الزعتر نتاعي. عندي جبت حتى انا. باهي ياسر. باهي وباش نعملوا باني بالفرويد مير، باني نتاع البيدوغ، باش نستعملوا لاصوص سيكام، وباش نعملوا البان كيك نتاعنا، وباش نستعملوا لا كريما تارتيني نوازيت 20%. تخي بيان، يعطيك الصحة شيف. باش نبداو احنا شيف؟ نبداو بالبريباراسيون نتاع البطبوط. باش نعملوا الخبز نتاعنا، خبزة الزعتر. باهي. جوست باش نعبي شوية ماء للباني نتاعنا يغلي في عقله، ومن بعد نعملوا المقرونة نتاعنا. داكوغ. دونك باش نبداو بالبطبوط هذايا باش نعملوا به اليوم، نعملوه بالزعتر، جي ياسر بنين. البطبوط راهو سي ان ميلونج بوغ بات ا بطبوط. اليوم كلكم تنجموا تعملوا بطبوط في الدار، كو سوا اون ميني ولا اكبر شويه، تختاروا ديمونسيون اللي تحبوا عليها انتوما. ساهل، راتابل، الناس الكل تنجم تعملوا. وهاو الشيف باش يزيد كل مره يعطينا ابارتيغ من البريباراسيون مثلا نتاع البطبوط شنو نجموا نعملوا شيف. نجمو نعملو بليزيور حاجات جوست خاطر انا تعجبني البوات نتاع البطبوط، خاطر لي بول دير خفيفه دو فاسون الكعبه البطبوط تبدا منفشه من داخل فارغه، نحطو فيها الفارس نتاعنا. نجمو نعملو باز هذا للفوكاتشا. باهي نحط البريباراسيون مع الخميره انستونتاني الموجوده في الباكو، نحركو الميلونج نتاعنا كالعاده ديما في الشايح، في الشايح مع بعضو، ومن بعد نجيبو الماء دافي شوي اللي هو 130 مليلتر كيكه 130 وزوز مغارف كبار نتاع. تابعوا المقادير بالضبط كيما مكتوبين على الباكو نتاع البريباراسيون، باسكو لي بريباراسيون هذوما عملوهم دي زيكسبير، معناها كل حاجه في بلاصتها بالكونتيتي اللي قدروها هما. الو خفيف خبز الزعتر تحب برشا زيت زيتونه. ايوا في البريباراسيون نتاع البطبوط نقراو خاطر زوز مغارف كبار اكاو زيت. انا حطيت بريسك 5 مغارف ولا خليها ترتاح بالقديم بالقديم عفيف. مش خليها تخمر في عقلها قديش؟ أنا مش خليها لمدة نص ساعة، أما فيمش حطها بارتي قريبة من الفور. كيفاش مش تاخذ أكثر. بس دخلني الفور مش عارفة. باش نربحوا الوقت أكثر. هذا لموا البات نتاعنا. دوك عملية أطرى من العادة. أطرى من العادة، فوالا. نستعمل بيدينا. تسحقش برشا عركان زاد. برك البات. حاضرة. حاضر. باهي خليوها ترتاح في عقلها، تاخذ وقتها بالقدا، يحبها شيف تخبر مليح باش نعملوا بها الغوسيت نتاعنا اليوم. والبلا برانسيبال اللي هو مقرونه باني. باني فرويد مير. فرويد مير نعملوا باني نتاعنا. يلا نعملوا الباني نتاعنا. انا نحب نذكر الساده المشاهدين نتاعنا انه ليبيدور هي اول ماركه نتاع ليباد في تونس. ليبيدور اسنان تحتفل بثمانين سنة. إيه نعم صلي على النبي، من عام 1943 سنة 2023 نحكيو عيد ميلاد 80 سنة، ونحكيو زادة خبرة متاع 80 سنة. كي نقولوا 80 سنة زادة نقولوا خبرة متاع أجيال وراء أجيال، هذاك علاش نلقاو فيها قام كبيرة ومتنوعة متاع ليبات ليبيدور اللي مصنوعين بطريقة تقليدية بأحسن أنواع القمح اللي مختارين بأحدث التكنولوجيات العصرية وبرقابة شديدة تخلينا نضمنوا ديبات بجودة ممتازة. وفيش اللوجو في الليبات ديما مع الشيف نبداو نحكي ونقولوا نحبوا بات اللي تشد روحها وقت لي كويسون نتاعها، اللي الطعم نتاعها يكون اصلي شيف. وتشرب بالصوص. تشرب بالصوص وما تعجنش. وما تعجنش، هذوما الحاجات اللي نحبهم، وتقعد كل كعبه وحدها. بالضبط. دونك خذيت لنا انت الباني. الباني باش نعمل طيل انا عفيف. اها.
شوية عفيف. المغرفة نتاعي هاي لهنا. فوالا. حطينا شوية ملح، شوية زيت كالعادة في الماء نتاعنا. ونخليوها تتسمط بيان سور. بالطبيعة نعملوها الدينتي باش من بعد تكمل الكويسون نتاعها في الصوص. ألوغ الصوص نتاعنا باش نحطوا شوية بصل. فوالا. ونحطوا أول حاجة القرنيت. صباع قرنيت عفيف. القرنيت سمطته قبل؟ اي سمطته، اي سمطته ونظفته وحطيته مع المكرونه. باش نحط كعبتين اللي ماهمش ديكورتيكي، اللي ماهمش مقشرين معناها. يبقى لي المول والشفرات ما فيهمش روح، بعد نحطهم بعد في الاخر نحطهم مع الصوص. واضح. نجيب التومات دوبل كونسونتري بتاعي وكون كاسي على وشويه هريسه. وشويه هريسه. كما العاده احنا نخدموا باللي برودوي سيكام باش ناخذوا دوبل كونسونتري. طماطم سيكام ما فيهاش حتى مصبرات وحتى مواد اضافيه، 100% طبيعيه. طماطم سيكام لونها احمر فريشك لون، الطمطومه الطبيعيه سيكام خاضره بالقدي، ما تستحقش باش نحط منها برشا كونتيتي. والحاجه الممتازه هي التومات دوبل كونسونتري اون تيوب كما كنا نشوفوا فيها توا، تري براتيك فونكسيونيل، نجموا نهزوها معنا وين ما نحبوا احنا، وزاده كيف كيف اقتصاديه، نتحكموا في الكونتيتي ماشي بالضبط. عفاف بالضبط، هذاك علاش التيوب هذه حاجه تفرح بالحق بالقدي على الجسبياج والكونتيتي اللي حاجتنا به. نحطوا الشفريت نتاعنا السوطة هي والقرنيت. نحطوا أول حاجة لا كونكاسي الاي. اي. هذه أسرع مقرونة في بري. ثلاثة مغارف كبار هكا. ونجيبوا لا توماط أون تيوب. توماط تيوب. فوالا أون تيوب اللي هي دوبل كونسونتري. باش تولي لنا حمرا بالكدا. خاطر المقرونه راهو تحب تبدا بشخشخه بالطبيعه بالصوص تحب، دونك هكا يبدا عندنا دوبل كونسونتري ومعاها الكوكاسي الاي باش تسيب لنا المطعم تاع الطماطم الفريشكو والثوم والكلوفاح اللي فيها الكل. وتو نزيدوا وقت التوزويزه الباهيه هذيك البنينه نتاع الهريسه نتاع سيكام. فوالا هريسه سيكام المفوحه البنينه اللي الو برودوي دو لاني مره اخرى السنه في 2023، واللي اكتسحت الاسواق في تونس وفي الدول العربيه وفي كل بلاصه في العالم. اليوم تنجم تلقى سيكام موجوده، هذا منتوج تونسي اللي ما نجمو كان نفخروا به الحقيقه. باهي عفيف لفاح نتاعنا باش نحطوا فلفل اكحل وملح. هاي. شوية ملح، شوية فلفل أكحل، هذا، وشوية بازيليك فري، أوراق هكا عفيف نحطوهم، حركوا الميلونج نتاعنا بالكدا. باهي شيف فهمنا توا احنا البرانسيب نتاع الصوص، مازال باش تمرقها ونحط الثوم. وتحط الثوم ومن بعد اخر حاجه نزيدو كي تحضر المول والشفريت. نزيدو الشفريت ونزيدو المول ومن بعد نزيدو المقرونه. المقرونه بالضبط. خليوها تزيد بالضبط عفيف تشرب الصوص نتاعها غاديك. الثوم هكا في الصوص. يلاه خليك ملا شايف نرجع لك على خاطر وقيت توا باش نخرجوا مع بعضنا ونمشيو لفقره الميتيو.
رجعنا لكم، رجعنا لكوجينتنا بحدا الشيف سيد. دونك شيف، المقرونه نتاعنا ابيدور اتصمتت، الباني الصوص هاي قاعده الطيب في عقلها، شنو باش نعملوا؟ حضرة بقيت الشفرات والمول حطيتهم. كملت حطيت الشفرات، الشفرات نتاعنا طابت سي بون. تو باش نحط المقرونه نتاعي وجوست نسوتها، خليها تشرب الصوص نتاعها في عقلها. داكوغ، شفتوا ما عادش نطيبوا الصوص 100% وحدها والبات وحدها وبعد نخلطوهم اخر دقيقه، ليه نعملوا بالطريقه هذه؟ دي ابن وافوح بيسر الايطاليان. الايطاليان خليها تو هكا عفيف تشرب الصوص بالكدا بالكدا، تولي لنا حمراء ما شاء الله هايله وخفيفه هي عفيف والدنتي ومشخشخه بالكدا. اوكي شيف، اين نخليك نرجع لك من بعد، مازلت لنا الفوكاتشا والبانكيك. والبانكيك دونك خليكم معنا، احنا باش نمشيو مباشره لفقره لا سيليكسيون دو لا سيمين. جينا لا سيليكسيون دو لا سيمين، دخلنا في الصيف، دخلنا في الفاكونس، دخلنا في الاجواء نتاع العطله، برشا ناس قاعده تستعد باش تمشي تعمل سفرات ولا باش يمشيو يعديو زيدا دي فاكونس حتى في تونس، في برشا بلايص مزيانين في تونس، واكيد هذايا الكل باش يحلى مع التصاور وينجموا يضيعوا لنا تصاور من بعديكش مع الكونسيبت بوكي، نستحفظوا على اللحظات السعيده هذيا نتاعنا الكل. ترجع بحضينا سهير بكار، صباح الخير ونهار زين سهير. صباح النور عفيف، ديما اللحظات الحلوه موجوده في حياتنا ان شاء الله، ديما وان شاء الله ديما متجدده يا رب ان شاء الله. دونك اليوم باش نحكي على بوكيك كونسيبت عجبت برشا ناس، وكانت معناها البزوان كانت حل برشا ناس باش كيما قلت انت حلت لهم المشكل اللي موجود في تليفوناتهم، سواء من لي بوكي اللي موجودين عنا، سواء زيدا من لي زارتيكل الاخرين البوكس فوتو، برشا حاجات عنا في بوكي كانت حل مزيان واوريجينال، يا معناها كان حل باش يستحضوا على السوفونير نتاعهم، والا كان زيدا ارتيكل كادو زيدا هايل على هايل برشا وبيرسوناليزي ويعبر على برشا محبه واحترام، معناها سي ان كونسيبت ناجح 100% اللي يلغيبون البرش حاجات في حياتنا. سهير جوتو فيليسيت بالحق، معناها من القلب على الفكره هذه وعلى الفيانه في الخدمه والفينيسيون المزيانه، خاطر ما يكفيش واحد يلقى فكره باهيه ولكن التنفيذ نتاعها يكون ممتاز. دونك برافو ليك ولليكيب كامله بتاع بوكي. صحيح صحيح، انا ديجا اليوم حبيت نوجه شكري لبرش عباد وبرش والليكيب نتاعي اسونسيلمون، خاطر هو كل مرة كل مرة قاعدين نخرجوا في حاجة جديدة، ما احناش هكايا اللي قعدنا انستابيليتي في موديل معين، كل مرة قاعدين نخلقوا في موديلات جدد، في ماتيغ جديدة ندخلوها، في حاجات تبدا ابديت تتماشى مع اللي عايشين. ودونك ماهوش البوكي سيت معناها ماهوش ان برودوي فيكس هكاكا، فيه لا كرياسيون تحضر فيه الكاليتي، وزادة كيف كيف يجم يكون كيما قلت لك كادو ولا سوفونير هايل 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 برشا. دونك انا نحب نشكر ليكيب نتاعي، ونحب زادة نقول للناس اللي مازالت ما خرجتش تصورها، اللي الناس مازالت تعتقد ان التليفون هو يجم يكون حل للي باش تستحفظ على تصورها، انا نقول لا، بوكي يجم يكون هو الانسب لي سوفونير اللي موجودين عندنا بالتاي اللي تحبوا عليه. انا هذا حكيت عليه فورما بانوراميك، فما ديتاي اخرين، فما الصغرونين اللي هما يهزوا دي كابتور دي كونفرسيون، نحكيو على لي كوبل، زيد نجمو نحكيو على اللي تاي اللي هما متوسطين زيد حلوين برشا، واللي غران فورما اللي هما يجمو يكونوا بور لي بروفيسيونيل للعرايس معناها ولي شوتينغ، والا زاده كيف كيف يجمو يكونوا كادو باش تهديهم للعزيز عليكم. ينجم يكون زاده الفورما الكبير واحد يستغله باش يحط فيه عدد كبير برشا نتاع تصاور زاده. اي هو الفورما هذه بانوراميك 90 سنتي دو تيل فاسون، معناها البلانش معناها تهز خيرات، معناها الفايده انك
معناها تلمد هيك اللي فوتو الكل اللي موجودين عندك، مش الفايده انك معناها زيدا تحطهم في التليفون. انا 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 نعتقد اللي انتم يلزمكم توا جاء الوقت، وسيختو حبيت زيدا نقول اللي احنا في 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 الصيف احنا في بوكي نعملوا برشا افاريت مزيانه. عندنا دي سوفر حلوين برشا يوصلوا حتى ل 80%. عندنا في اللايف نتاعنا تتبعونا في اللي لايف نعملوا دي بروموسيون هايلين على الاخر. ديجا في شهر جوان بدينا في الافاريت هذوما، دونك تبعونا ديما على الفيسبوك وزاد كيف كيف على الانستغرام والتيك توك نتاعنا اللي هو بوكي سهير، سهير بوكي. دونك هذا الكل متوفر في في الصيف ان شاء الله. دونك ابعثوا لنا تصوركم لو ماكسيموم، ابعثوا لنا تصوركم على الفيسبوك الباجنا اللي هي موجوده اللي هي بوكي بي او او كي اي، سواء على الفيسبوك ولا على الانستغرام. زيدا كيف كيف عندنا الواتساب نتاعنا اللي هو نقبلوا فيه لي كوموند اللي تحبوا تبعثوا لي فوتو نتاعكم، اللي هو النيميرو نتاعنا 53 36 930. سينو عندنا السيت نتاعنا اللي هو بلو رابيد بلو سيكوريزي اي بلو فاسيل، تنجموا تبعثوا عليه اللي هو بوكي بي او او كي اي. تنجموا تبعثوا لي فوتو نتاعكم نفس الكاليتي هي تقعد هي بيدها يستحفظ على الكاليتي والا في لي زاباري فوتو. تري بيان، ميرسي بوكو سيد بكار، ان شاء الله اون بون سيزون البوكي. تحيه ليك ولكل الفريق العامل معاك. دونك بوكي نذكركم تكتب بي او او ك اي اي، ادخلوا واعملوا طلع واستحفظوا على ذكرياتكم ولحظاتكم الجميله من خلال الكونسيبت نتاع بوكي، يقعد يعيش معاكم العمر الكل. احنا باش نخرجوا بسرعه اشهار وراجعين، خليكم معنا.